السلام عليكم، معكم محمد علي النخلي. هذا السؤال يبغانا نوجد اللي هو تايم كونستانت، يبغانا نوجده. طيب عندنا ايش معطيات؟ عندنا الار تساوي 1 كيلو اوم، وعندنا ال بتساوي 1 ملي هنري. طيب القانون حق التايم كونستانت ايش يقول؟ اللي هو يقول ال على الار، ال على الار، يعني ال قسمة الار. طيب ال عندنا كم؟ 1 ملي هنري، يعني ملي يصير 1 × 10⁻³. وعندنا الار بكم؟ بواحد كيلو اوم، يصير 1 × 10³، فحيطلع لنا الناتج 1 مايكرو سكند. نيجي نكتبها، نسويها في الحاسبة، اللي هو 1 × 10⁻³، 1 × 10³ هيطلع معانا 1، اللي هو 10⁻⁶.